تحقيقات على مستوى دول، تكهنات إعلامية وأخبار مختلفة، كلها بحثت منذ سبتمبر 2022 في حقيقة تخريب خطي نورد ستريم الاستراتيجيين والتفجيرات الصغيرة التي عطلت خطي أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق. القصة الحقيقية ظهرت أخيراً بعدما نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في مايو 2022. سهرة لضباط ورجال أعمال أوكرانيين كانت المشروبات الكحولية بطلتها، أتت الفكرة بعد السكرة. الخطة كلفت 300 ألف دولار فقط. يخت صغير مستأجر وطاقم من 6 أفراد بينهم غواصون مدنيون وامرأة، في الظاهر هي رحلة بحرية لمجموعة أصدقاء، لكن الحقيقة ظهرت بعد نحو 2 سنين. حسب التقرير فإن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافق على الخطة عند اقتراح الفكرة أول مرة، لكنه حاول إيقافها لاحقاً بطلب من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بعدما اكتشفتها أجهزة الاستخبارات الهولندية. رغم ذلك قرر المسؤولون المضي قدماً في هجوم وصف على أنه شراكة بين القطاعين العام والخاص حسب الصحيفة الأمريكية. التعليق الأوكراني الرسمي لا زال ينفي كل الادعاءات التي تربط زيلينسكي أو حكومة كييف بتخريب نورد ستريم، لكن تحقيقاً أجرته الشرطة الألمانية لقرابة 2 أكد أجزاء من رواية المصادر التي نقلت عنها صحيفة وول ستريت جورنال.